ابراهيم عياده ابو عبد الحميد الحاج ابراهيم عياده ابو عبد الحميد احلى ابو عبد الحميد الحاج ابراهيم عياده احنا بنصب علينا الحاج ابراهيم عياده. الحكايه مش ماضي عدى جرح عايش للنهاردة كل نار بتدي تدان إلا نار اللي لسه أيوة استكريم أبو عزيم ومغلب طاب السبع هاي روح من ربنا فين أصل الحياة سلف ودين وزنب ناس بتخلصنا يعني الظالم هيجي له لما يدور عليه الزمن صمت يا قلبي وأساه بس اللي صح دور البلاء بس بأمانة موهوب خيانة انسان فظيع ولا له ضمير ولا له امان ولا يؤتمن عايزين حد يروح لنا المسرح ونسحب الفرح نختر ابراهيم صوت صورة قدام عينيا أنا شفت خير دنيا اللي طلعت بيه من الدنيا خدت فيه أكبر ألم نص عبوش الأدب ملاكم مصير كله معلش عم صالح أنا آسف نص عبوش بيقول مبروك أنا فيه أصل الحياة صلاح ودي عم صالح معلش أنا آسف العتب على نظر عمرو السيد وأحلى حبيب حضرتك هيروح من ربنا فين أصل الحياة سلف ودين وذنب ناس بتخلصوا ناس يعني الظالم هيجيله يوم لما يدور عليه الزمن صمت يا قلبي وأساه بس اللي صح دور البلاء يا أحلى باشا مصر جروان بلد الخير هيوم اجمل تحيه السباق انا موهوب خيانة انسان فظيع ولا له ضمير ولا له امان ولا يؤتمن بص عم صالح الحق خالد راشد وبعدين
اصلح عيوب غيرك معكش رسمال وبتتاجر بمال غيرك وبتوصف دوالب ناس وما انتش عارف دوا نفسك وحب جارك وحب جارك يا صاحبي حتى لو في الشغل بنفسك واللي ما ترضاهوش عشان محترم مناش يا بابا رجاء عشان 15-3 احنا صغير بركات المحترم ابو فايز يا ابو المزاد بابا رجاء دنيا مدهونه دوله بتوحبها على عتاولة وبتدي المستريح حتى من غير ما حاول كفك يا دنيا اللي عالجدة وعالقفا اشوف حالك ابلم واتشاح تفشى اختفى لتمشي معايا سلبة وبتحلي بيني حلبة انت هدوءك يا مالبة رقم واحد الف وزنوك ان شاء الله اتبعها حتى خالد راشد بسبع عليك وبسبع على فريقك وبسبع على المنوفيات اهدى حبيبي اهدى اهدى يا حبيبي هو الحب لعبه ولا الحب لعبه هو الحب لعبه ولا الحب لعبه اتخاصمني حبه اسمع صفه الرجاله دي حبه اللي شويه تغلط اللي يحب ربنا يسمعنا اللي يحب ربنا يسمعنا يا عريس كل شويه تغلط عليني شوية اللي شوية ترضى بدا من غير حسدني صلحني 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 بالصلاة على النبي كده كلنا راجل واحد بالصلاة على النبي كده كلنا راجل واحد يا رب تزور سيدنا النبي اللي تنطق يا رب تزور سيدنا النبي اللي تنطق يا رب تزور سيدنا النبي اللي ترفع عينك
الشباب.